على بركة الله وتوفيق متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثاني عشر للقعدان المفاريد بحفظ الله ورعايته. تتواصل انطلاقاتنا وتتواصل الأشواط على أرضية هذا الميدان، انطلاقات موفقة وسليمة بحفظ الله ورعايته، ثم بجهود اللجان المنظمة. تقدم بالشكر الجزيل لكل الرجال المنظمين والقائمين على إنجاح هذه المراكيز. أتقدم مباشرة مع المركز الأول ومع الصدارة من يتقدم هنالك. عناد ينطلق مع المركز الأول، وجابر بن علي الهبش من ينطلق مع المركز الأول، ثاني الأسماء وثاني المنطلقين معنا مغادر وراشد بن حمد القوز من ينطلق مع المركز الأول ويتسلل إلى الصدارة، ثالث الأسماء والمنطلقين يتقدم رعد وعبد العزيز بن موسى الكواري من ينطلق، وأيضا المنضم في هذه اللحظات والمتسلل شاهين وسعيد بن محمد بن ليل من انطلق إلى مقدمة الشوط، رابع المنطلقين يا متابعين. يتقدم أيضا شاهين وعلي بن شفيع المري من ينطلق، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، إلى شاهين، إلى بن هليل من ينطلق مع شاهين على مقدمة الشوط مفتتحا الميتين متر الأخيرة، الميتين متر المثيرة. ولكن القدوم في هذه اللحظات، يتقدم شاهين آخر والمية متر الأخيرة، ولكن شاهين بن ليل مع الصدارة مع الناموس. تهانينا له الناموس على الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من شاهين لعلي بن شفيع المري. للمركز الثالث وصل رعد لعبد العزيز بن موسى الكواري. التوقيت الزمني متابعين الكرام ولحظة الوصول 2:10 و27 جزء من الثانية.